يا صباح النشاط، فيديو النهاردة هنعمل فيه نوعين من الشوربة المفيدة جدا سريعة التحضير. هنعملهم بقوام كريمي وجميل بدون إضافة كريمة إطلاقا. هنعمل شوربة الكوسة بالطريقة التركية، وكمان هنعمل شوربة الدجاج بالشعرية. هنبتدي بشوربة الكوسة. الكوسة من الخضروات المفيدة جدا واللي مش واخدة حقها خالص في المطبخ، دايما بتطلع عامل مساعد. النهاردة في شوربتنا هنطلعها هي العامل الرئيسي، وهتكون هي بطلة الشوربة بتاعتنا. قبل ما نبتدي الوصفة، لو أول مرة بتشوفي قناتي أنا رشا مازن، ياريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس ولايك وشير للفيديو. يلا نبتدي. هنحتاج معانا نص كيلو من الكوسة، بصلة، بطاطساية، معلقتين من الدقيق، ملح وفلفل، الزبدة دي هناخد منها معلقة واحدة، زيت، كوباية من اللبن، ومية. هنبتدي نقشر كمية الكوسة اللي عندنا كلها، وكمان هنقشر البطاطس ونخرطهم مكعبات. هنخرط الكوسة والبطاطس مكعبات، مش مهم خالص حجم الكوسة او البطاطس قد ايه. هنشيلهم بقى كده ونركنهم على جنب، وكمان هنخرط البصلة معانا هي كمان، ونحط كل الحاجات دي على بعض. احنا هنحاول نعمل الشوربة بطريقة صحية على قد ما نقدر، زي ما الاتراك بيعملوها بالظبط. هننزل بقى بيها كده في قلب الحلة، وهنحط عليها مية. المية هنغطيها، مستوى المية هيغطي الخضار اللي عندي. هنغطيها بقى وهنسيبها على النار لحد ما تستوي تماما وتدخل في السوى. بعد كده هناخدها وهنبتدي ان احنا نطحنها بالهاند بلندر او بالخلاط زي ما انا عملت كده. هنفرمها فرم ناعم جدا لحد ما الشوربة تكون كريمي معاكي. بعدين هنجيب حلة هنحط فيها معلقة من زيت الزيتون او الزيت النباتي، وكمان هننزل عليها بمعلقة من الزبدة. هنسخنهم مع بعض، وبعد كده هنزل بيهم بمعلقتين من الدقيق. المرحلة دي انا هقلب الدقيق كويس جدا، انا مش عايزة طعم ولا ريحة الدقيق تظهر معايا في الشوربة. هقلب الدقيق كويس جدا لحد ما يستوي ويدوب تماما وريحته تروح. هنزل بقى عليهم بكوباية من اللبن وهديها تقليبة كده لحد ما اللبن يبتدي يغلي معايا. اول ما الاقي خلاص المكونات كلها امتزجت واللبن بتاعي بدأ ان هو يغلي، هنزل دلوقتي بالشوربة اللي انا عملتها. هنزل بالشوربة اللي انا طحنتها، شايفين القوام بتاعها جميل ازاي. هديها بقى تقليبة حلوة كده مع اللبن والحاجات اللي احنا عملناها. والقوام بتاعها ده انت تقدري تتحكمي فيه، يعني انت تقدري تزودي مية في المرحلة دي. هحط بقى ملح وفلفل، املح الشوربة بتاعتي واقلب واشوف القوام بتاعها. لو القوام معاكي مظبوط وانت بتحبيها كده خلاص اوكي. لو عايزة تزيدي شوية مية، انا زودت شوية مية كمان لان الشوربة دي بعد ما بتبرد بتكون سميكة كمان شوية، فانا عايزة القوام يفضل حلو زي ما انتوا شايفينه كده. يعني انا بحب القوام بتاعها وسط، ولا هو كريمي قوي قوي ولا هو سايل كده. القوام بتاعها مظبوط جدا. هغطيها بقى وهسيبها مجرد ان هي تاخد غلوة واحدة بس. خلاص كده الشوربة بتاعتنا جهزت، ما خدتش وقت خالص في التحضير. المكونات بتاعتها موجودة في كل بيت. هنغرف بقى الشوربة الجميلة بتاعتنا دي، ما شاء الله على القوام. اهم خطوة بقى الشبت. الشبت هو اللي بيديها الطعم الجامد لشوربة الكوسة. شوية بقى شبت حلوين كده وهرشهم على الوش، يعني معلقتين كبار كده ولا 3 معالق على الطبق ده، حبة حلوين كده. وكمان خبز محمص يبقى طعمه حلو قوي مع الشوربات عموما. واستمتعي بقى بأحلى طبق شوربة كوسة، بجد لذيذ جدا. أنا كنت عاملاها في عزومة من العزومات عندي، وبصراحة الناس يعني أبدوا إعجاب رهيب بيها، واللي كان بيخلص الطبق بتاعه كان بيطلب طبق تاني. بإذن الله هتعجبك جدا جدا الشوربة دي. يلا بقى ندخل على الشوربة التانية بتاعتنا النهاردة.
وهي هتكون شوربة الدجاج بالشعرية. بإذن الله هي كمان هتكون سهلة وظريفة جدا، وهنعملها حتى كمان مش هنحط عليها لبن. هنشوف القوام الجميل معانا ده من غير لا كريمة ولا لبن ولا أي حاجة خالص. يلا بقى نبتدي الشوربة بتاعتنا. هنحتاج معانا ربع كيلو من صدور الدجاج متنظفة ومعصورة عليها ليمون، بصلة كبيرة مقطعة، 3 معالق من الشعرية، معلقتين كبار من الزبدة، ملح وفلفل، معلقتين من الدقيق، ومعلقة من الزيت. دي كل المكونات اللي احنا محتاجينها. هجيب حلة، هنزل بمعلقة من الزيت، زيت النباتي او زيت زيتون المتوفر عندك، معلقتين كبار من الزبدة. اول ما الزبدة تبتدي تسيح معايا وتسخن، هنزل بالبصلة وهديها تقليبة كده لحد ما تشف معايا ويبقى لونها فاتح. هنزل بقى بربع كيلو من الفراخ اللي غسلناه كويس وعصرنا عليه الليمون. هقلب الفراخ مع البصلة كويس جدا لحد ما الفراخ لونها يبيض وتبتدي تدخل في السوى. خلاص كده الفراخ هي بدأت معانا لونها يبيض. هنزل بقى عليها بمعلقتين كبار من الدقيق وهقلبهم لحد ما ريحة الدقيق تختفي تماما، لحد ما الدقيق يبقى مش متواجد قدامك ويمتزج كويس جدا مع الفراخ والبصل اللي احنا حطيناه. خلاص كده هنزل بقى بمية، والمية يا جماعة لازم تكون مغلية، يعني قبل ما تبتدي في الشوربة دي بتكوني مسخنة جنبك لتر من المية المغلية. لازم تكون المية سخنة عندك قبل ما تبتدي تشتغل في الوصفة دي، لان لازم المية تكون سخنة، لان لو انا نزلت بمية باردة على الدقيق اللي احنا حطيناه ده الدقيق هيتكتل ويبقى وحش جدا في الشوربة. هنغطيها بقى وتسيبها تستوي. خلاص كده الشوربة استوت معانا، هاخدها وهضربها بالهاند بلندر او بالخلاط زي ما انا عملت كده، ارجعها تاني للحلة بتاعتي وانزل عليها ب3 معالق من الشعرية واديها بقى تقليبة. هنضيف بقى الملح والفلفل، للأسف الكاميرا كانت مطفية، وهنسيبها بقى تغلي لمدة 3 دقايق بس مجرد ما الشعرية تستوي. كده خلاص الشوربة عندنا اصبحت جاهزة. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها حلو ازاي وجميل من غير ما نضيف لا كريمة ولا لبن ولا اي حاجة خالص. يعني انتي بتشربي شوربة دجاج، يعني طعم الدجاج موجود مع الشعرية بالقوام الجميل بتاعها ده، مع رشة كده من الكزبرة الخضراء، مع شوية كده من العيش المحمص. انا بجيب التوست وبقطعه مكعبات وبرش عليه رشة من زيت الزيتون وبحمره تحت الشواية، بيبقى تحفة مع كل الشربات. يعني طبق مفيد جدا. أسيبكوا بقى تجربوا الشربات اللذيذة اللي عملناها النهاردة، وأنا متأكدة أنهم بإذن الله هيعجبوكم. لو أول مرة بتشوفي القناة، أنا رشا مازن، ياريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس وتعملي لايك وشير للفيديو. أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.